ينضم إلينا من واشنطن الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. أهلا وسهلا بحضرتك. الوضع في الشرق الأوسط في ذروة التوتر ويهدد بمزيد من التمدد للصراع الراهن في قطاع غزة، وقلتم في تصريحات متعددة أنكم قلقون من هذا التصعيد. ماذا عن خططكم في الوقت الراهن لخفض التصعيد؟ أولا شكرا جزيلا لاستضافتي اليوم. أنا أقدر هذه الفرصة للتحدث. نحن قلقون إزاء التصعيد منذ هجمات حماس الإرهابية يوم 7 أكتوبر، ولهذا خصصت الولايات المتحدة قدرات إضافية للمنطقة لردع أي محاولة للتصعيد، وأيضا للرد على كل محاولات الزعزعة. سنستمر في التركيز على عدم تصعيد هذا إلى صراع أوسع النطاق، هذا الصراع بين إسرائيل وحماس، وأيضا هذا يتطلب العمل عن قرب مع الشركاء الدوليين في المنطقة. سنستمر في التركيز على هذا.